تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-551414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة، صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على شرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. في البداية نرحب بطاقم البرنامج معنا، عندنا في التنسيق إسراء الهاشمي، صبحت الله بالخير إسراء، وفي الإخراج ناصر السليمي، وأيضا اللي يزودنا بالمؤونة دائما كل يوم عزيز. شو أخبارك زين؟ الحمد لله. ومعانا كذلك الدكتورة ندى الملا، صبحت الله بالخير دكتورة. صبحكم الله بالنور والسرور، صباحكم جميل وصباحكم خميس ونيس آخر يوم في الأسبوع. طيب. صباحكم قهوة. أرقام التواصل معانا، خلاص عرفنا الصباح شو اليوم. شو أرقام التواصل يانا؟ 600-551414 ورسائل النصية على 4006، وموجودين لايف على نور دبي على إنستغرام. طبعا تواصلوا معانا عن طريق قنوات التواصل هذه، أعطونا ملاحظات، شكر، شكوى، أي شيء حبيت ناقشه، حتى لو موضوع طبي، سؤال طبي، وتواصلوا معانا من البداية عشان يكون في مجال يعني نخمكم معلومات ونناقش القضية أو السؤال الطبي مالكم. جميل. إذا أيضا من سبل التواصل مع هيئة الصحة بدبي وسائل التواصل الاجتماعي دائما ما تكون يعني تعمل 24 ساعة، نستقبل فيها كل آراءكم ملاحظاتكم اقتراحاتكم، وأيضا يعني ساعات تعصبون في أسمى الجناحي لكن أسمى دائما قلبها كبير. صبح شاء الله بالخير أسمى. ألو، صبحكم الله بالنور والسرور. هلا صباحك والدي أسمى، تفضلي. لحظة قبل تدخلين في الموضوع أسمى، أنا بغي أتكلم شوية عن بعض الأمور اللي أنت صادفينها في وسائل التواصل الاجتماعي. أسمى ما شاء الله عليها تنش تبطل عينها تقبض التليفون، ترد على مسج جاي على قناة على إحدى قنوات التواصل الاجتماعي وترد ترقد مرة ثانية. فأبغي أعرف أسمى، خبرينا يعني هذه الحياة اللي أنت عايشتنها، كيف تتواصلين مع الناس، خبرينا، نبغي نعرف شوي، نأخذ فكرة عن هذا الموضوع. بشكل مؤسسي ولا بشكل شخصي؟ لا مؤسسي أنا أتكلم، الشخصي راجع لك أنت. بشكل عام حاول أكون أو نحاول نحن كسوشيال ميديا بشكل عام نكون موجودين على مدار الساعة نجاوب على استفسارات الناس. فهو مفروض إن كل 6 ساعات KPI عندنا، لكن نحاول إن إذا حد عنده لا سمح الله مشكلة أو يعني محتاج يكلم حد نكون نحن الأسرع نوصل بما أنه تواصل اجتماعي. جميل. فغالبا نرد عليهم مثل ما تقول أنا أرقد شيك هذا، فنرد عليهم أحيانا في أوقات أي مختلفة في 12 في الليل. هو مؤسسيا على حسب الأنظمة الموضوعة على مستوى حكومة دبي هي 8 ساعات، نحن نقصنا بالنسبة لنا، نحن حطينا تارجت 6 ساعات. فنحاول نخليها بعد تكون أقل وأقل إن شاء الله. قاعدين نزيد ناخذ حتى الملاحظات على القنوات الثانية مثل سناب شات، مثل اليوتيوب، يعني هالأشياء قادمة إن شاء الله. أهم شيء إن نحن نكون أقرب لهم، غير هذا أهم شيء نحن نوعيهم في الأشياء اللي هم قاعدين يسوونها غلط. يعني في بعض الأشياء توصلهم بالواتساب، توصلهم ويرسلوننا على تويتر يقولون هل هذا الكلام صحيح، نحاول له قسم المختص ونخلي قسم المختص يرد عليهم رد علمي. يعني رد علمي مثلا في بعضهم، يعني احنا نتمنى من الناس انه ما تصدق كل شيء حتى لو كان مقابلة تلفزيونية. في بعض الأشخاص وبعض القنوات يعني مثلا يتكلم عن ابتكارات غير صحيحة علميا، فنحن دائما نحاول نقول حق الناس مو كل شيء يوصلكم على الواتساب تصدق، خصوصا امهاتنا يعني من نوصل يقول سمعنا وصلنا على الواتساب. ونفس الشيء ذكرنا امس في منتدى دبي العالمي للسياحه الصحيه ان في اطباء يقولون في مرضى يجونا متاثرين صحيا بسبب
وجود بعض الأشخاص المعروفين أن يتكلمون عن اختراعات أو خلطات يسوونها في البيت وتأثروا طبيا. فهالأشياء نحاول كوجودنا كهيئة الصحة أن نوعيهم في هالأشياء، سواء سألونا نحط لهم الرد العلمي على كلامهم. طيب شو عندنا على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم؟ لأن اليوم طبعا حسنا طولت عليكم، فبس أعطيكم معلومتين. معلومة واحدة حطيناها أمس في صحة وسعادة مع الدكتور عمر الحمادي، أن معجون الطماط أو الأسنان من العادات الشعبية الخاطئة عند الحروق. حطينا الفيديو كامل يشرح شو الأشياء اللي يقدرون يسوونها في حالة وجود أي حرق في المنزل، أو أن الأم تطبخ ولا هذا، بس مو معجون الطماط والأسنان. جميل. ونعطيكم رسالتنا الصباحية قبل نختم. لا تجعل من حولك يؤثرون على سعادتك وحزنك، كن سعيدا وانشر السعادة لمن حولك مهما كانت. يعني في وايد ناس عندهم طاقات سلبية، طيبهم على صوب، لا تأخذون الفايبس مالهم. جميل صح. وخميسكم سعيد. شكرا لك يا أسماء، نهارك سعيد كله. طيب اليوم أيضا يعني تنطلق فعاليات أسبوع الابتكار، عندنا أسبوع حافل بالعديد من الابتكارات والعديد من المواضيع، بتكون في منطقة السيتي ووك في المواقف الخلفية. إنزين هنالك يعني مشاركة متميزة من هيئة الصحة بدبي في العديد من الابتكارات اللي بتكون موجودة هناك. هذه دعوة لكم مستمعين الكرام للتواجد الساعة 5 مساء لين الساعة 10 بيكونون الفريق موجودين. الكثير من الأشياء اللي ممكن تتعرفون عليها من خلال هذه المشاركة، فهذه يعني دعوة لكم جميعا للمشاركة والتعرف على آخر الابتكارات الصحية، واللي إن شاء الله تكون منفذة في القريب العاجل. ها دكتورة، وبعضها موجودة محمود بعد، مثل روبودوك موجود. نزيه روبودوك عرضناه بعد قبل. فروحوا هناك في سيتي ووك بالمواقف الخلفية، بتشوفون بوثاتنا موجودة، أطباءنا موجودين هناك بعد، بيكونون على مدار الأيام كل يوم أطباء موجودين، اسألوهم استفسروا عنهم زيادة عن الأحدث ما توصل إليه العلم في مجال الصحة، ويعني تناقشوا معهم بخلال خصوص. إنزين هني في عنا سؤال يقول السلام عليكم، عندي استفسار عن الصيام المتقطع لإنقاص الوزن. طبعا الصيام أول شيء هي عبادة طبعا، والصيام له فوائد وايد على الجسم من ناحية دينية، وايد انه يصفي الجسم، ينقص الجسم من السموم، لإنزال الوزن. طبعا ممكن انت تصوم للغرض منه تنزيل الوزن، ولكن دائما حاسب انه من الجفاف، من الصيام الزايد، او مثلا في الايام اللي تكون وايد حارة خارج طبعا شهر رمضان الكريم، انه هل نعوض اللي احنا فقدناه خلال النهار بعد ما نفطر. الناس اللي محمود شو المشكلة احنا عندنا، الناس اللي تبغى تصوم لإنقاص الوزن لما تيجي تفطر ما تاكل وايد، ليش؟ أولا عشان يتم مفعول الصيام، اللي يستوي بعد فترة نتيجة عكسية، الوزن ما راح ينزل لأن الجسم يحس إن أنت قاعد جوعة، فما راح ينزل الوزن. فإذا تناوي أنت تصوم الهدف منه إنقاص الوزن، احرص إنه يكون أكلك بعد الإفطار وجبة متوازنة ومقسمة 3 إلى 4 وجبات، عشان ما يصيبك جفاف، ما تفقد معادن، وتوصل الهدف اللي أنت تبغاه. أنا رأيي يعني إذا بتصوم صوم لوجه رب العالمين. أهو طبعا. أي يعني النية تكون نية حق رب العالمين، هذا هو الصيام السليم، وإن شاء الله رب العالمين بيطرح البركة في جسمك وفي مالك وفي عيالك، زايد الكلام اللي قالت الدكتورة. السلام عليكم أخواني أخواتي في برنامج صح وسعادة، أخوكم ببرعي يالس ومكانه يسمعكم. حياك الله يا ببرعي. انزين يقول الصوت متقطع، نظام مختلف والله. الصيام المتقطع. الصيام. ما في نظام ثاني أنا أسمع، أعرف خبرونا عنه نستفيد منكم. يسعد صباحكم إخواني، شو من دواء أو علاج حق تنميل الأطراف القدمين بشكل خاص؟ أخوكم بأنس. شرب ماي وايد ها دكتورة. تنميل الأطراف عرض ما يسوي ناخذه إنه عادي، يعني كل حد تنميل، لا. هل عندك سكر أو لا؟ هل عندك أمراض ثانية أو لا؟ هل عندك مشاكل في العمود الفقري أو لا؟ التنميل لازم تروح العيادة والدكتور يفحص ويتأكد أنه ما عندك مشاكل. معظمهم يكون عندهم نقص فيتامين B12، نقص فيتامين B12 ممكن يسوي تنميل، ولكن بعد ما دكتور يفحصك ويشخص حالتك أنه فقط عندك نقص فيتامين B12، ما في عندك مشكلة أخرى. علي أبو عمر يقول كيف حالكم، سلامي للجميع. هلا يا أخي علي، صباحك ورد. طيب في عنا
شغلة أحيانا الواحد يوم ينشمر رقاد يديه تنمل ولا يكون راقد غلط دكتورة فجيسة مثل دم يتجمع في مكان شيء تحسين أنك ما تروم تحركين يديك. صح. إنزين في عنا دراسة تقول توصل الأطباء إلى حل بسيط وسريع يجعل الإنسان يستغرق في النوم خلال دقيقة واحدة. أنت ساعة كم ترقدين دكتورة؟ الساعة 8:30. بقول ترى أقول السالفة ولا ما أقول؟ لا أوكي. يشير الأطباء في بداية الدراسة إلى مشكلة الأرق وعدم القدرة على النوم التي انتشرت في الفترة الأخيرة بسبب الإرهاق والمشاكل النفسية رغم التعب الشديد. ويمكن للإنسان استخدام الأدوية لحل مشكلة الأرق وعدم القدرة على النوم، إلا أن العقاقير في هذا المجال تسبب آثار جانبية خطيرة على الصحة البدنية والنفسية في آن واحد. طبعا أطلق الأطباء على هذه الطريقة الجديدة اللي تساعد على النوم السريع تسمية 478 هذه آلية يعني تمرين ينصحون فيه الدكاترة. يجب استنشاق الهواء عبر الأنف لمدة 4 ثواني ثم حبس النفس لمدة 7 ثواني، وفي الثانية الثامنة يكون الزفير، ويؤدي هذا التمرين بسيط إلى تباطؤ معدل ضربات القلب واللي بدوره يفضي إلى تهدئة عمل الجهاز العصبي. تكرار هذا التمرين لثلاثة وأربع مرات كفيل في إيصال الإنسان إلى حالة السكون وإلى النوم العميق. ها شو رأيكم؟ والله تمرين جميل بس يبان نجربه. أنا نام على طول يعني الحمد لله، نبان نجربه على حد عنده مشكلة في النوم. ما أقول خاطري أقول السالفة. منو انت تنام بسرعه بعد محمود صح؟ انا انام في اي لحظه وينام في أي مكان. اقرر اني انا انام الحمد لله انام. اذا واحد عنده مشكله في الارق صعوبه في النوم يجرب هالتمرين يشوف هل فعلا يروح بالنوم بسرعه ولا لا. انا نمت. ليش ما في اهتمام ووعي بخصوص الولاده الطبيعيه بدون شق؟ شو عشان اظني عشان كثر ما مهتمين بالرضاعة الطبيعية وهل طيب هني دكتورة يعني شو ممكن ننصحهم؟ هي الولادة الطبيعية بشكل عام أفضل. الولادة الطبيعية أفضل، والشق الفطري السائلة ما في الحين حتى البروتوكولات الطبية ضده، يعني ما نسوي عمدا، نخلي الولادة الطبيعية تمشي طبيعيا يعني من غير تدخل منا احنا، من غير ما يسوي شق او غيره. انا ما اعرف انت وين تتابعين او شو التجربه اللي عندك، فما اقدر انا يعني اتكلم في موضوعك. انزين القيصريه مو بس القيصريه طبعا احدام احس الحريم الحين هالايام كلهم يبغون قيصريه اسهل لهم يقولون هو اسهل، يعني هي تحس ان هي اسهل لانه ما تضطر تروح في الام الولاده، ولكن في وايد في ابره الظهر تساعد في تخفيف الام الولاده الطبيعيه، ولكن ما بعد القيصريه طبعا مخاطر التخدير، الالتهاب اللي يصير مكان الجرح، الالتصاقات، التعب ما بعد القيصريه. الولاده الطبيعيه على قولة امي اول يوم ثاني يوم انت تمام، القيصريه على الاقل اسبوعين ليه ما يتحرك على راحته، يتحرك عادي ويبقى اصلا تاخذينه الا في حالات اي لازم حاله ولازم. وفي النساء ترى محمود ايونا ويمكن نداوم في مستشفى لطيفة ككورس، بس أنا ما بطول عليك يا ناصر، كانوا يصرون تاخذ أن تروح في القيصرية عشان ما تروح في ألم الطبيعية، والدكتورة ترفض، إحنا ترشدات في الموضوع ما تحتاجين لا تسوين القيصرية بغرض أنك تسهلين على نفسك، لأن صدقيني مشاكل القيصرية أكثر من الطبيعية. الحياة ما فيها مشاكل دكتورة، الحياة حلوة الحمد لله. عموما فاصل وراجعين. صحة وسعادة. سعد الله وقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج الذي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام عبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. أرقام التواصل معنا على 600-551-414 ورسائل النصية على 4006 وموجودين لايف كالعادة على نور دبي على الانستغرام. طيب رسائلكم اللي وصلتنا، في رسائل تتكلم عن بعض الأمور الخاصة اللي طرحناها، حد يقول لي عيد التمرين من عيد إن شاء الله، حد يقول عن موضوع الصيام، وفي رسائل كثيرة، لكن عندي موضوع مهم أبغى أطرحه على السريع مع الدكتور محمد عبدالله طاهر استشاري جراحات الصدر بمستشفى راشد، لأن جراحات الصدر تمثل يعني واحدة من العمليات الدقيقة والكبرى وواحدة من التخصصات الطبية الأكثر تطورا
في العالم سواء على جانب الممارسات المهنية أو التقنيات المتطورة والتجهيزات الحديثة. هذا التخصص يظل مرهون بما تشهد العلوم الطبية من تحت يعني تطوير وتحديث مستمر، لا سيما لأنه مرتبط مع العديد من الأمراض الأخرى. دكتورة، أول شيء صباحك الله بالخير دكتور محمد. صباح الخير. يا هلا دكتور، يعني سامحنا نحن ما ناخذ من وقتك يعني دقائق، لكن ياليت تحدثنا عن تخصصات جراحة الصدر والأمراض المرتبطة بهذا التخصص. أولا صباح الخير عليكم وعلى الأخوة والأخوات المستمعين. إن اختصاص جراحة الصدر هو جزء من اختصاص جراحة القلب والصدر والشرايين، ولكن لكثرة وتنوع الحالات المرضية التي تستدعي مداخلات جراحية متعددة أصبح لزاما فصل الاختصاص، فأصبح اختصاصا قائما بذاته. يتعامل الاختصاص في الحقيقة مع حالات مرضية متعددة مثل أمراض جدار الصدر كالكسور في الأضلاع الناتج عن حوادث السير، الأورام المختلفة في جدار الصدر، تصحيح التشوهات الخلقية في جدار الصدر، كذلك يتعامل مع أمراض الرئة، الأورام السرطانية في الرئة وغير السرطانية، حالات التقيح والانصباب البلوري، حالات التهاب الرئة والتدرن الرئوي إلى السل، وحالات أورام الموسط الكتل اللي بتطلع بالأطفال الصغار وفي الأضل أحيانا في الكبار، أمراض الغدة الزعترية وكذلك أمراض القصبة الهوائية. يعني أمراض غدة الزعترية هل يأكلون زعتر وايد دكتور ولا شو؟ الغدة الزعترية غدة موجودة أمام القلب، هي في الصدر بتكون فعالة بإنتاج خلايا المناعة اللي هي التيسل، كذلك بعد ما تنتج التيسلز والميموري سيلز هاي خلايا الذاكرة المناعية حجمها يقل تدريجيا في الأضل يعني أو في الكبار في العمر تكون مختفية تماما، ولكن اللي بيحصل أحيانا في مرض الوهن العضلي اللي بيسموه مايستينيا جريفز تكون الغدة هذه مسؤولة عن هذا المرض، فإحنا بنقوم باستئصال الغدة هذه. جميل، تفضل دكتور. كما نقوم بإجراء عمليات خاصة جدا مثل عمليات فرط التعرق، يعني الناس اللي عندهم تعرق زائد في الإيدين وفي الأبطين وغير مستجيب للعلاجات الطبية، نقوم بإجراء عمليات بواسطة المنظار لقطع العصب الودي وبالتالي علاج هذه الحالات المختلفة. إذا قصيتوا هذا العصب ما بيعرق خلاص؟ إيديه ويس التعرق في الإيدين وفي الأبطين يتوقف. طبعا الناس دكتور عنده فرط في التعرق يعني صحيح؟ أيه. مو بالحالات العادية أتوقع ولا؟ لا لا، هي في حالات فرط التعرق أول هو بروح على طبيب الجلدية، طبيب الجلدية بيصرف له بيعمل له فحوصات وبيعطيه علاجات، إذا ما تحسن بيبعثه للجراحة، إحنا بنعمل له العملية بواسطة النظار، هي عملية جراحية بسيطة تأخذ تقريبا نص ساعة أقل من نص ساعة، نقوم بقطع العصب الودي في أماكن محددة وبالتالي نوقف تسرب العرق في اليدين والإبطين وبالوجه. طبعا الحالة تحتاج إلى حديث طويل لأنه يعني هي جزء من تنظيم عملية درجة حرارة الجسم الداخلية. جميل جميل جميل. دكتور محمد، شو أهم المستجدات في تخصص جراحة الصدر؟ وهل كل الحالات تحتاج تدخل جراحي؟ الحقيقة حالات جراحة الحالات اللي بتتحول على اختصاص جراحة الصدر معظمها بحاجة إلى التداخل الجراحي. المستجدات الجديدة في جراحة الصدر هو استخدام الجراحة بواسطة المنظار، نقوم بإجراء العمليات الجراحية مثل استئصال الأورام السرطانية بالرئة والمريء، كذلك نقوم بعمليات استئصال الأورام السرطانية للغشاء البلوري وللحجاب الحاجز وللقصبة الهوائية بواسطة المنظار واستعمال الليزر. طبعا وأحدث ما توصل إليه استخدام الإنسان الآلي أو الروبوت في جراحة الصدر. طبعا إحنا في هيئة الصحة والخدمات الطبية يعني يقوم رئيس القسم الدكتور عبيد الجاسم بمتابعة آخر التطورات وإرسال الأخصائيين والمستشارين إلى مؤتمرات خارجية ودورات متخصصة وورشات عمل لكي نستطيع إجراء هذه العمليات في كذا الصحة، والحمد لله أحرزنا تقدما واضح في هذا الموضوع.
حيث نستطيع إجراء جميع العمليات بواسطة النظام. طيب دكتور يعني قبل أن نختم معك بس شوية عندي فضول أكثر في عملية هذه مال وقف التعرق لأن وايد ناس بيسألون عنها ندري فهاي لها أثار جانبية ممكن تضر شخص ولا لا؟ الحقيقة شوف العرق هو نوع من أنواع تنظيم درجة الحرارة الداخلية للجسم هو إخراج السموم بعد كذلك من الجسم يقولون يعني طبعا هو يقوم بتنظيم درجة حرارة الجسم الداخلية لأنه الأعضاء الداخلية في الجسم مثل الكلى والدماغ والكبد والقلب تعمل على درجات حرارة معينة فبالتالي إفراز العرق هذا يساعد على إفراز بخار الماء وبالتالي يقلل درجة حرارة الجسم الداخلية هلا إذا إحنا وقفنا إفراز هذا العرق يجب أن يخرج العرق في مكان آخر وذلك للحفاظ على درجة حرارة الجسم الداخلية فنقوم بتحويله إحنا من اليدين والإبطين إلى مكان آخر. طيب دكتور محمد عبد الله طاهر استشاري جراحات الصدر بمستشفى راشد في هيئة الصحة بدبي نحن شاكرين لك هذه المداخلة نتمنى في القريب العاجل نشوفك معنا في الاستوديو دكتور من دواعي سروري وشاكر جدا لاستضافتي في محطة نور دبي شكرا جزيلا. طيب عندنا مسجات سريعة دكتورة قبل أن نطلع فاصل لأن بعد الفاصل نتكلم عن منتدى دبي العالمي للسياحة العلاجية اللي اختتمت أعمالها البارحة يقول السلام عليكم وياكم أم شيخة هل الحمل في سن 40 بغيت تحمل إذا واحدة بغيت تحمل يعني في سن 40 شو الآثار الجانبية؟ طبعا زيادة سن لما كل ما زاد سن الأم يستوي الحمل مصاحب له مضاعفات أكثر يعني ممكن يكون نسبة الإصابة بمرض السكر تسمم الحمل نسبة وجود أطول أو أطفال بتشوهات معينة تزيد ولكن طبعا كله أمر الله المهم أن الحامل تكون مستعدة للحمل تأخذ فوليك أسيد قبل ما تحمل تتابع مع الطبيبة ولكن هذا حسب الدراسات كل ما زاد العمر زاد نسبة الإصابة بتشوهات الأجنة. هني في حتى رشل قال ممكن تعيد التمرين لو سمحت التمرين اللي تكلمنا عنه في بداية الحلقة الطريقة الجديدة اللي تساعد على نوم سريع يسمونها 4-7-8 4-7-8 هاي تشكيلة برشلونة آلية هذا التمرين يقولك استنشاق الهواء عبر الأنف 4 ثواني زين بعدين تحبس النفس 7 ثواني زين وفي الثانية الثامنة تطلع زفير زين هذا التمرين يقول لك على حسب الدراسة ان تبطئ معدل ضربات القلب يفضي بدورة الى تهدئة عمل الجهاز العصبي تكرار هذا التمرين لثلاث او اربع مرات كفيل في ايصال الانسان الى حالة السكون والى النوم العميق. هني كان تحدث ابو سعيد عن موضوع الصيام المتقطع يقول انا مثلا اصوم 18 ساعة وافطر خلال 6 ساعات اول مرة سويت النظام كان بالاجازة فكان الموضوع سهل ترتيب وجباتي وتمرين وساعات الصيام وكذا كنت اصحى الصباح بحدود 6 وصوم لين الساعة 11 أسوي تمريني متواصل 18 ساعة متواصلة هذا وايد ليش في رمضان نحن نصوم تقريبا يعني كم 18 ساعة 15 ساعة اي 15 ساعة ما أعرف عن هذا السنة أنت ما تنصحين بهذا الكلام لا أفضل واحد يعدل نظام وجباته اليومي ويسوي مثلا أنت تسوي رياضة تقول في الجيم أفضل من اتباع نظام صيام أو غيره لأنه ما عندي معلومات كافية بسألك بعد عنه إن شاء الله بحاول أجيب معلوماتي من الأحد. طيب في إخواني في التأمين الصحي هذا كان عند أبو عمر بس نعم. على آخر البرنامج عنده في التأمين قال سبحانه ويرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء وأيضا الإخوان والأخوات المستشفيات وشكرا أبو برعي يا أبو برعي والله التأمين الصحي لمصلحتكم يا إخوان يا حبايبي صدقوني الموضوع موضوع التأمين الصحي لما أقرته الحكومة تأكدوا أن كان لمصلحتكم علشان الحالات اللي بالفعل دكتورة محتاجة صح. هذه اللي هم المحتاجين النظام هم اللي استفادوا أكثر شيء بعد محمود يعني الناس اللي كان ما لهم حقوق اللي كان يمرض وما يقدر يصير يتعالج إلا ما يقدر على تكاليف العلاج فحما حقوقهم مساكين كان في بعضهم يموتون والسبب أنه الكفيل ما يرضى يدفع له مثلا ولكن الان مؤمن ساعات انا مثلا حد يشتكي على خدمه او شيء اكون في صف المشتكي انزين ولكن منظومه التامين الصحي هم يعني واحده من المنظومات المميزه جدا دكتوره على مستوى العالم تم اختيار افضل الممارسات في هذا المجال على مستوى العالم وتطبيق اليوم دبي صارت موديل
صح. عالميا قاعدين يستفيدون من هذه التجربة اللي نحن سويناها بالضبط. لأن فيها وايد أمور، حتى موضوع التواصل والشكاوى والاقتراحات. يعني تدرون بقولكم شغلة، أحيانا واحد يتكلم عن تجاوزات أو شيء، ما بين ما عندي الرقم بشكل صحيح، لكن بطرح لكم شيء بس رفلي يعني بشكل قريبي أن ما بين كل 100,000 معاملة دكتورة أعتقد تطلع تقريبا إذا 10 معاملات فيها تجاوزات. شو هاي النسبة؟ 10% من كل 1,000 معاملة؟ 100,000 من كل ولا شيء. صح بالضبط، صح ولا شيء. ليش؟ لأن في منظومة، في عملية رقابة وفيها كذا، بس نبغيكم يا جماعة الخير يعني تشوفون المنظومة بشكل إيجابي، صدقوني لفائدتكم. صحيح. وزاه الله خير الحكومة، يعني ما بتقر شيء إلا لمصلحة البلد ومصلحة الناس، ما في شيء يعني بيكون ضد مصلحة، خاصة في مواضيع الصحة. الصحة ما في مجال إلا نشتغل الناس، لأن الحكومة هي اللي تصرف على الصحة وعلى كذا، فتأكدوا أن المسألة لمصلحتكم. عموما نطلع فاصل، بعد الفاصل عندنا الدكتورة ليلى المرزوقي وعندنا الأخت ليندا عبد الله، بيكلمونا عن منتدى الصحة، منتدى السياحة الصحية العالمي، فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة. سعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي قدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام عبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. أرقام التواصل معنا على 600551414 والرسائل النصية على 4006 وموجودين لايف على نور دبي. ليش تتكلمين بسرعة قلبين يعني؟ أنا عشان أدخل في الموضوع على طول. يقول لك في مثلا عن موضوع الصيام، بعد يتكلم من الساعة 7 في الليل لين 11 الصبح، 16 ساعة دكتورة يكون صايم. والله لتخفيف الوزن لازم أسألك، أنا ما عندي خبرة. ما أسباب الدوخة السريعة لثواني معدودة؟ هل نقص حديد أو ممكن انخفاض ضغط؟ ممكن يكون نقص السكر، ممكن يكون نقص فيتامين د، ممكن يكون فقر الدم، وايد لأسباب. زين، راجع الدكتور من الآخر يعني. إنزين. طيب البارحة يعني اختتمت أعمال منتدى دبي العالمي للسياحة الصحية. هذا المنتدى اللي جمع يعني مجموعة كبيرة من صناع القرار، القيادات الصحية، خبراء السوق وصناعة السياحة والسفر حول العالم. كانوا متوقعين 500 خبير ومشارك يعني ومختص في هذا المجال يحضرون هذا المؤتمر، لكن نحن يعني حققوا نجاح كبير ما شاء الله عليهم من خلال هذا المنتدى. فمعنا في الاستوديو دكتورة ليلى المرزوقي، مدير أو رئيس مجلس السياحة، رئيس مجلس السياحة الصحية في إمارة دبي، ورئيس مجلس السياحة الصحية العالمية كذلك. صح دكتورة؟ أهين عم أخوي محمود. هي أول امرأة تتبوأ هذا المنصب يعني، وفخر لكل يعني امرأة إماراتية. صبحت الله بالخير دكتورة، مبروكين على هذا التنظيم الرائع. نحن كنا متوقعين 500، ما شاء الله كم وصلتوا؟ وصلنا 1,000 شخص. 1,000 شخص ما شاء الله من قيادات وخبراء وكذا موجودين في هذا الـ أبو برعي يتكلم على موضوع البطاقة الصحية. أبو برعي موضوع كبير ما نتناقشه، بس خلونا نركز الحين على موضوع المنتدى. أيضا معنا أستاذة ليندا عبد الله، استشاري ورئيس مجلس استشاري في مجلس السياحة الصحية في هيئة الصحة دبي. صباحك الله بالخير ليندا. صباح الخير. صباحكم ورد، نورت الاستوديو بوجودكم. انزين الحيرة، نحن صار لنا يومين نتكلم عن هذا المنتدى، أعتقد المستمعين عارفين شو هو المنتدى وشو تفاصيله، ولكن نحن نبغي نتكلم مع انتهاء المنتدى. زين فيكم رقات زين تعبانين، جهد كبير كان، يعطيكم العافية، بس خبرونا شو النتائج اللي طلعتوا وراء هذا المنتدى. شو قلت أخوي محمود؟ 4-8-7 ولا 4-7-8؟ أنت ما تحتاج التمرين أنت ولا ليلى، أنت ولندا أنت جاهزة دكتورة من غير تمرين، من غير تسخين.
جزاكم الله خير على الاستضافة، وأنا أشكركم الصراحة خاصة قسم إدارة الإعلام، وأخوي محمود أنتم كلكم ما قصرتوا، وتعاونكم ودعمكم الكبير لنا. طبعا المنتدى مثل ما تفضلت أخوي محمود كنا نحن متوقعين 500 شخص، والحمد لله بتوفيق من الله يانا 1000 شخص، وهذا المنتدى في دورته الأولى. وطبعا الرواد ورواد الأعمال اللي شاركونا كذلك في المنتدى كان عددهم كبير والحمد لله. ومن صار يعني ما شاء الله في وايد أشياء حقق أعلننا عنها في المنتدى، من ضمن الأشياء هاي معالي حميد القطامي رئيس المجلس مدير إدارة هيئة الصحة في دبي أعلن عن جائزة محلية بأربع معايير، بحيث أن الجائزة هذه تكون تطلق عفوا هي أطلقت بس نعلن أسماء الفائزين هي مع منتدى دبي العالمي للسياحة الصحية، والتفاصيل إن شاء الله راح إن شاء الله نعلن عنها في الأيام القادمة. كما أن كذلك في اليوم الثاني المجلس العالمي للسياحة العلاجية قام بإطلاق عدة مبادرات من إمارة دبي للعالم. من هذه المبادرات كانت الفهرس العالمي لتصنيف الوجهات السياحة الصحية، وكذلك جائزة عالمية أطلقها المجلس من إمارة دبي للعالم، وهذا دليل على مكانة دبي على الخارطة العالمية للسياحة الصحية. جميل. أستاذة ليندا، تعطينا نبذة عن أهم المحاور اللي تضمنتها أجندة المنتدى. مشكورين على الاستضافة مرة ثانية. الحقيقة محاور رئيسية للمنتدى اللي أشاد فيها كل الحضور، لأن فعلا إحنا كان في لقاء سابق وياكم ذكرنا أن المواضيع اللي اخترناها هي فعلا مواضيع الساعة، واللي يحتاجها هذا النوع من الصناعة اللي كنا نحتاج يكون في مثل هذا المنتدى لمناقشتها. فأهم موضوع كان هو موضوع مقياس السفر الصحي وكيفية توظيف المؤشرات الصحية العالمية أنها تقدر أنها تسوي فهرسة لوجهات السياحة الصحية العالمية لتساعد المرضى في توظيف اختيارهم. فالحمد لله المناقشات كانت وايد قوية، اللي وصلت للإعلان اللي تفضلت فيه دكتورة ليلى عن إطلاق الفهرس العالمي للسياحة الصحية من قبل مجلس العالمي للسياحة الصحية من هذا المنبر. كما قمنا بمناقشة أثر الابتكارات والتكنولوجيا على السياحة الصحية، وأكثر شيء كان النقاش حول الذكاء الاصطناعي. صحيح. والحقيقة كانت مناقشات رائعة، لأن كان في دراسة قوية وتقرير طلع من قبل شركة برايس ووترهاوس كوبر، يعني روى أن حوالي 1/3 الموجودين في دولة الإمارات العربية المتحدة عندهم القابلية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في المجال الصحة. وهذا شيء كان جديد، لأن فعلا عندنا وعي، ووجود قيادتنا الرشيدة اللي نبهتنا لدور الذكاء الاصطناعي، ووجود الوزير الأول في العالم اللي يقود الذكاء الاصطناعي، فعلا أدى إلى أن نحن نكون سباقين، وكدولة وكشعب مدركين لأهميته، اللي عندنا هالثقة الكبيرة في الذكاء الاصطناعي. فالحقيقة شكل الذكاء الاصطناعي هذا بيقودنا لأشياء وابتكارات وأمور خلاقة نحن كنا يمكن ندرك بعض منها، ولكن هذا المنتدى ألقى ضوء أقوى عليها. تكلمنا أيضا في موضوع التأمين الصحي الدولي، وكما سبق وأنا ذكرت أن موضوع دعم اختيار المريض عبر الحدود، وكان من الأمور اللي تم مناقشتها بوجود الخبراء، سواء بوجود هيئة الصحة بدبي وممثلة بإدارة التمويل الصحي، وأيضا بعض الخبراء الدوليين في المجال. سيكون هناك تعاون في مجال التأمين الصحي الدولي وكيفية إدخاله في إمارة دبي لدعم اختيارات المرضى عبر الحدود القادمين للعلاج في دولتنا الحبيبة. وأيضا كان في مناقشة جميلة وفريدة من نوعها لكيفية تطوير ما يدعى بتريب أدفايزر للسياحة الصحية.
كان نقاش جميل إن كيف يمكن تحويل أنماط الرعاية الصحية من فقط هي الصحة والمستشفى وهذا المبنى وهذا المفهوم السائد حول أنا مريض وأدخل المستشفى وأنا يمكن يائس أو أنا تعبان إلى دخولي لهذا المستشفى وكأني أنا داخل لفندق لنوع من أعمال الضيافة، وكيف يمكن أن نغير هذا المفهوم بوجود حتى حالة من الفهرسة السعيدة اللي تضفي هذا النوع من الرونق على السياحة الصحية. فكان فعلا نقاش جميل وكيف إدخال التكنولوجيا في هذا المجال وأيضا الإعلام الاجتماعي وتأثيره على السياحة الصحية بشكل عام. وتم يعني استضافة حلقة نقاشية شارك فيها العديد وأيضا شاركتنا فيها زميلتنا الحبيبة الأخت أسماء جناحي من هيئة الصحة بدبي، بالإضافة إلى العديد من المؤثرين الاجتماعيين. واللي طلعنا فيه من النقاش إن فعلا الإعلام الاجتماعي له دور إيجابي وليس هو فقط الدور السلبي إذا كان موجه بشكل صحيح. صحيح. دكتورة ليلى ما شاء الله الأجندة كانت حافلة في كثير من النقاشات والحوارات، فشو النتائج، شو اللي بيحققها المنتدى بعد كل هالحوارات والنقاشات والجلسات المثمرة اللي كانت موجودة؟ طبعا الحوارات مثل ما تفضلتي كانت كثيرة وسلطت الضوء على التجارب العالمية في هذا المجال وكذلك تجربة دبي. ونحن حتى في اليوم الثاني كانت عندنا جلسة بحضور 4 سفراء من الدول، من 4 دول مختلفة، يتكلمون عن خبرتهم ويتكلمون عن تجربتهم وكيف وين قطاع السياحة الصحية متجه إلى أي اتجاه. طبعا بالإضافة إلى الجلسات هذه نحن كذلك ركزنا على تجربة السائح العلاجي، وطبعا مثل ما شفتوا حتى العنوان المنتدى كان استشراف التجربة. صحيح. ومن خلال العنوان هذا نحن ركزنا على أن نعزز تجربة السائح العلاجي اللي جاي لإمارة دبي، ونحن ربطنا ما كان موجود في الإمارة سابقا من الباقات العلاجية، من الباقات الشاملة وكل الخدمات اللي تقدمها إمارة دبي للسائح العلاجي، وربطناها هذه كلها ضمن الخدمة الجديدة اللي الحين متواجدة في إمارة دبي وهي خدمة الرعاية الذكية، بحيث بأن السائح نهتم فيه قبل لي إمارة دبي وأثناء تواجده وبعد ما يغادر إمارة دبي، بما يضمن استمرارية سلامة وأمن الأمن الصحي للمريض، وذلك عن طريق أن نصدر له جواز سفر إلكتروني ذكي للسائح العلاجي لإمارة دبي بقصد العلاج. هذا الجواز منو اللي بيصدره؟ طبعا نحن في سميته الجواز الصحي، الجواز السفر الذكي. طبعا نحن في المشروع السياحة الصحية عندنا شركائنا من القطاع الخاص، بالإضافة إلى المنشآت الصحية عندنا بعد شركاء ثانين من والجواز اللي بيصدره هم طبعا شركة اسمها الهيلث بانك، ونحن هذه من شركائنا الاستراتيجيين في المشروع هذا، وهم يقومون بتوفير الخدمات هذه كلها للسائح العلاجي، وتوفير حتى شخص يكون متوفر للسائح العلاجي أثناء تواجده في الدولة في الدولة للحصول على جميع الخدمات اللي يحتاجها خلال 24 ساعة أي وقت في اليوم. ممتاز. أستاذ ليندا، أنت ذكرتي بما أن الحين احنا عايشين في زمن السوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي، كان عندكم جلسة حوارية كاملة عن تأثير التواصل الاجتماعي في السياحة الصحية، فشو أهميته فعلا، شو كانت أهمية من وجهة نظرك من بعد هالجلسة الحوارية الجميلة، أهمية السوشيال ميديا في ممكن يقول الترويج أو في تشجيع السياحة الصحية في أي مكان كان؟ ليش ما استضفت دكتورة ندى في هذه الجلسة؟ أنا نفس السؤال المرة اللي جاية اللي بعدها، ليش ما استضفتوا؟ كان وقت البرنامج. اوكي سامحتك. الغاليه، الحقيقه دور الاعلام الاجتماعي اليوم لا يمكن ان ننكر وجوده واهميته،
اليوم حتى أنت يا ندى حتى الأخ محمود كلكم عندكم قنوات تواصل اجتماعي. الحقيقة الجميع يتابع هذه القنوات، لكن اللي يهمنا فيه إن أن 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 نوعي المجتمع بأهمية أن يميز بين الغث والسمين. صحيح. والحقيقة أن دور الإعلام الاجتماعي اليوم يدخل كل البيوت. صح. سواء شئنا أم أبينا، أطفالنا يشوفون الإعلام الاجتماعي، فكان من الواجب أن نحن يعني نستضيف بعض المؤثرين الاجتماعيين اللي تحدثوا عن دورهم الإيجابي، وأيضا تحدثنا وتناولنا الجانب السلبي للإعلام الاجتماعي، لأحيانا الحقيقة بعضها نشوف يعني ما نقدر ننكر أن هناك بعض الأشياء اللي تستوي اللي الناس تتبع بعض الأشخاص فقط كونه مثلا شخص مميز أو كونه مؤثر أو كونه ستايل على قولتهم. نحن هذا اللي نبغى ننوه له، أنه نسير في اتجاه المعلومات الصحيحة الموثوقة اللي لها مرجع. صحيح. يوم أنا أتكلم عن عيادة أو طبيب هناك مراجع لهذه الأطباء. هيئة الصحة بدبي اليوم توفر المعلومات الموثوقة، إدارة التنظيم الصحي اليوم تحط لنا على الموقع الإلكتروني الخاص بهيئة الصحة بدبي أسماء كل العيادات الموجودة في الإمارة، أسماء كل الأطباء الموجودين في الإمارة، وكذلك الموقع الإلكتروني الخاص بالسياحة الصحية dxh.ae أيضا يضع الباقات العلاجية الشفافة الموثوقة. فيا جماعة نحن هذا اللي كنا نبغى نقوله، يوم تبون تسألوا تروحون على طبيب أو على عيادة تأكدوا من ترخيصها، تأكدوا أن هالشخص هذا فعلا هو شخص تثق فيه هيئة الصحة بدبي وحاطنه، فراجعوا لا تسيرون كذي يعني وراء الـ الأشياء اللي غير الصحيحة وغير الموثوقة. فهذا كان الهدف الحقيقة من هذا الموضوع، وأيضا حبينا احنا نقول للمجتمع إن من هالمنبر العالمي إن الإعلام الاجتماعي مهم. صحيح. ولكن هناك أصول وثوابت على الجميع أن يتبعها، وهناك مراجع رئيسية عليهم أن يتبعوها، وهي المصادر الموثوقة التابعة لهم في كل دولهم. وطبعا دبي رائدة جدا في مجال التنظيم الصحي والمعلومات الموثوقة، ونشكر أيضا يعني فعلا لازم نشكرهم على جهودهم المباركة في هذا المجال وتوفير كل هالمعلومات الشفافة الموجودة على موقع هيئة الصحة بدبي. ما أنكر أيضا يا ندى أن نحن حتى كان لنا دور، يعني الإعلام الاجتماعي لعب دور كبير في هالمنتدى. صحيح. أكيد. محمود ما توقعنا والله يعني إحنا في خلال اليوم الأول والثاني we were trending في دبي. صحيح. هاشتاج dihtf كان مسوي ترند. جميل. كان عندنا حوالي 2000 انتراكشن صار مع البوست اللي كنا ننزله مع الهاشتاج اللي كنا نسويه. كان عندنا حوالي 15,000 مشاهد للستوريز على الانستغرام. جميل. حوالي الانستا ستوريز اللي انحطت من قبل الناس اكثر عن 250 قصة انستا ستوري تم وضعها. اكثر عن في اليوم الاول كان عندنا يمكن حوالي 40 شخص حط حق عمره يعني انترفيو خاص وسوالنا هاشتاج. يعني حوالي 4000 كلهم ندى. كان عندنا عدد الامبريشنز في خلال اليومين 643,000 امبريشن. جميل. اذا كان 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 كانت يعني نجاحات كثيره في هذا المنتدى. انا بس قبل لا اختم ناصر في 30 ثانيه دكتوره، ماذا بعد هذا المنتدى؟ يعني نحن على قولتهم ما شاء الله كانت انطلاقة قوية، كانت انطلاقة قوية لهذا المنتدى. وطبعا أنا أعيد الشكر لمعالي حميد القطامي على الدعم الكبير اللي أعطانا، وتحت توجيهاته قدرنا نحقق النجاح اللي حققناه الحمد لله. وأشكر جميع الرعاة اللي كانوا معانا والدوائر الحكومية في إمارة دبي اللي ساعدونا كذلك وكانوا معنا، وإن شاء الله بيكون المنتدى هذا إن شاء الله بيكون في دورته الثانية إن شاء الله، وبيكون على مستوى أكبر وتشرف إمارة دبي كل 4 سنوات مثل كأس العالم ولا بيكون إن شاء الله المنتدى سنوي إن شاء الله. إن شاء الله. الله يوفقكم دكتورة، مشكورين على تواجدكم معنا الدكتورة ليلى المرزوقي رئيس مجلس السياحة الصحية في هيئة الصحة بدبي، والأخت لندا عبد الله
لندا، هي استشاري في مجلس السياحة الصحية. شكرا لك دكتورة ندى الملة. شكرا لك يا محمود. شكرا لك يا إسراء الهاشمي، مشكورة ما قصرتي. وأيضا كل الشكر لك يا ناصر السليمي، وهذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي. لا تنسون اليوم نتواجد إن شاء الله في السيتي ووك مواقف السيتي ووك 2. عندنا مجموعة من الابتكارات ضمن مشاركة هيئة الصحة بدبي خلال أسبوع الإمارات تبتكر أو شهر الإمارات تبتكر، فالصحة تبتكر. حتى ذلك الوقت إن شاء الله نلقاكم يوم الأحد إن شاء الله، فتقبلوا تحياتنا ودمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.